السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله في الدرس ده هنتعلم إزاي نعمل فريم. يعني فريم؟ فاكرين في الفيجوال بيزك وسي شارب ويندوز فورم كنا بنعمل حاجة اسمها جروب، والجروب ده بنحط فيه التكست بوكس والحاجات دي عشان نقدر ننظم شكل البرنامج بتاعنا. نفس الحكاية، الفريم ده عشان نعرفه عشان نقدر نكتبه بنكتب هنا مثلا اف ار ام، أي فيرب أي اسم اللي يعجبك تقول فريم. ده انهيرنت من الروت. وبعد كده بعد كده ممكن تقول له باك جراوند مثلا ايكوال، مثلا يقول له اورانج اورانج. طيب وبعد كده ايه المقصود بيها؟ طب انا عندي هنا البوتوم بتاعي ده ما هو محطوط جوه الروت، لا انا اقول له محطوط جوه اف ار ام. كذلك الامر برضو خدها كده كوبي، التكست بوكس احطها جوه اف ار ام، والتكست تانية فارمول ليبل برضه نفس الحكاية. وما تنساش طبعا تقول اف ار ام دوت باك. يعني درس سهل كده لذيذ في السخان كده، تدوس عليه اوكي، عامل لنا فريم اهو، حتى كمان التكست باين عليها، لكن دي طبعا مش باينه عشان ال واخد على حجم الفريم. حتى كمان في ممكن تظبط الطول والعرض بتاعه زي انت ما عايز. يعني من جيت قلت مثلا الفريم، جينا نقول مثلا فريم ويدث مثلا نقول 200 او 120، مثلا هاي والى اخره. واشكركم مشاهدتكم ومشاهدتكم اعزائي الدرس، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش، كان معكم محمد فايد، ما تنسوش تحملوا الالعاب الموجوده تحت الديسكريبشن عشان عايزين نعرف رايكم فيها. احنا عملنا العاب ونشرنا في جوجل بلاي، ودي اللينكات هتوديك على طول مباشره جوجل بلاي. وفي العاب اونلاين، عاملين لعبه زي ببجي، وعاملين لعبه حرب العصابات، وعاملين لعبه سباق سيارات، وعاملين تطبيقات جميله كمان تشغل بتحفظ فيها بيانات اصدقائك ومش عارف ايه حوارات كده. خشوا بقى وعيشوا حياتكم بقى. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تشوفوا دروس القادمه والدروس السابقه، وهذا يعتبر من المستوى الثاني.